ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلاد الري. اليوم عندنا مباراة بين آخر تطور وأقوى تطور للسيف القاطع. راح نحط وضعية السلينك شوك ووضعية السيف المتحرك خلال المباراة ضد بلبل اللهيب المستعر، بلبل من النوع المزدوج. اللاعب لهيب، للاعب الماهر مين لهيب؟ الجولة الأولى. اللي ما اشترك بالقناة يشترك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر اشتراك سبسكرايب أو سبناه ويفعل جرس التنبيهات عشان يكون أول واحد بحضر فيديوهات بس تنزل، ويحط لايك على هذا الفيديو إذا عجبه. واحد تعادل، أوكي ما راح أحسبها تعادل، توقعت اللي هي بلف شوي زيادة. لأن اللهيب انفجر هو بالحلبة وهذا خارج الحلبة بنفس اللحظة. اثنين صفر للسيف المطور. حط لايك إذا عجبك الفيديو، بسرعة انزل حط لايك يلا. اوه 3-0 للسيف القاطع، بطلت اعرف احكي. غريب. واو 4-0. يلا لهيب، اوكي 5-0. تابعوني على سناب شات وانستغرام، روابطهم في صندوق الوصف، وجهي بين هناك في كل اشياء حصريه. اوكي انا حاولت الحلبة هيك ولا هيك. اوكي وأخيراً نقطة للهيب بنتيجة 5-1 للسيف القاطع. أوكي 5-2. السيف القاطع عمل له بيت. 6-2 للسيف المطور. اوكي 6-3. سبعة أربعة. تفعيل وضعية السيف المتحرك فعلت لحالها، أو أنا مش عارف بالغلط. المهم تفعيل وقت حالة وقت تفعيلها. تعادل. نقطة، اوكي سوري نقطتين. النتيجة 8-4 لصالح السيف. اوه 8-5. اللي ما اشترك بالقناة بسرعة بسرعة يروح يشترك ويحط لايك على هذا الفيديو إذا عجبه. هلا راح نفعل وضعية السلينك شوك. تعادل. نرفع هدول، ندفش هاي لجوا.
اوكي صار اقوى بالهجوم هلا. تطلع لحالك، جرب اطلعه هيك اشوف بيفوز. لحظة علق الجهاز واطلع. اكيد اكيد مش محسوبة يعني، خلص السيف اصلا ما خبطوش وحيوقف. واو نقطة للهيب. نقطة للهيب مستعد. طبعا انا حطيت جهازين الاطلاق على بعض بس اكيد مش عادل لانه في واحد بيلف اكثر من الثاني، بس هلا عكستهم. سيف القاتل. يلا اوكي خلص ما راح اسوي هيك مرة لانه كثير بتخرب النتيجة. سيد القاطع اعمل له بيرست، اعمل له بيرست. نقطة للهيب. اوكي احنا وقت نطلع سيف اول. فاز السيف القاطع. حان وقت عكس القطع، هي كود السيف، كود اللهيب. اوكي راح اخليه بوضعية السلينك شوك والسيف المتحرك. طبعا السيف كتير ضخم من فوق من تحت نحيف. شوف قديش رشيق اللهيب بهذا الدرايفر. لير السيف القاطع المطور كتير تقيلة وهيك بتخليه غير متوازن. ابصر شو بتصلم الدرايفر، الدرايفر بضل ينط ما بلفش عليه اصلا. هشوف شو حيتوقف عند دوران على السريع. هذا الاشي فايدته انه في سيف حديدي وغير متوازن عشان يعمل بيرست هيك، بس مش دائما، فيعني الواحد لازم يختار القطعة المناسبة. واو في بيرست؟ لا ما في. اوكي شفت توقف عند دوران بكل سهولة. اوكي بشارتكم السيف القاطع راح يتوقف عن الدوران قبل ما يوصل للهيب. ما حط لايك بسرعه، ينزل يحط لايك قبل ما يجي اللهيب للسيف. وفعل الجرس بما انك نزلت حطيت لايك واشترك بالقناه. شو جربه ولا خبطه. اوكي رجعت سيف القاطع سيفه بدون ما يتحرك. ثبت السيف عشان يصير متوازن اكثر شوي. جاي ضرب. فاز اللهيب. واو اللهيب عم بيفوز بهاي الوضعية بهذا التعديل. اوكي شلت وضعية السلينك شوك من درايفر بلبل اللهيب المستعر، رجعته عادي. نشوف السرعة راح تكون اخف شوية. يلا رجع اخف هادي. شو اذا كنا بلبل دفاعي. غريب صار صح. اوه بيرست فينش.
فشكرا لكم ولمتابعتكم للفيديو. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات، تحطوا لايك، تنشروا الفيديو بكل مكان. وبس بشوفكم الفيديو الجاي. أفضل متابعين.